150 شهيد استشهدوا هن عم بيأدوا صلاة الفجر في إحدى المدارس في غزة، والعالم العربي يتفرج لا وبل يشرع هذه المذبحة. بنقل رواية الإسرائيل اللي بتقول إنه القسامية قاعدين بهاي المدرسة ولهيك نحن استهدفناها. يا حثالة الأمم يا عرب يا جرب يا متواطئين يا عملاء، افهمنا ما بدكن تساندوا غزة بالقصف وما بدكن تقصفوا إسرائيل وما بدكن تساندوا غزة بشي صاروخ، افهمنا يا خي. موقف مشرف، الواحد يحط عينه بعين هالعالم يقول هالعرب طلعت منهم كلمة منيحة. بس انتو حثالة حثالة. أما الجبهة الإعلامية المساندة لإسرائيل، الشبكات الإخبارية العربية المتواطئة العميلة اللي كمان عم تنقل رسالة الإسرائيليين اللي بتقول إن إحنا استهدفنا هذه المدرسة لأنه فيها قسامية، جميعكم إلى مزابل التاريخ، كلياتكم إلى ما بطلنا أصلاً إلنا نفس نحكي عنكم. التواطؤ واضح، العمالة واضحة، تفه تفه. بيجيك واحد راسه مربع بيقلك جبهة الجنوب ماذا قدمت؟ قدمت 600 شهيد بين مجاهدين ومدنيين، بيوت تدمرت، أرزاق راحت، وأكيد كله فدا غزة، كله مساندة لغزة.